جوردن فاشن ويك هو منصة وطنية حتى يشجع المواهب المحلية الشابة وينشر إبداعهم. المبدأ إنه نسلط الضوء على هذا المنتج الأردني وإنه ندعمهم يطرقوا أبواب العالمية ونساعدهم إنهم ينموا أعمالهم وشركاتهم وندعم بنفس الوقت ثقافة الموضة بالأردن. خطواتنا التحضيرية كتير كبيرة لجوردن فاشن ويك. إحنا هلأ بقينا تقريباً أسبوعين. أكتر شيء عم نركز عليه عم نخلص الكولكشنز مع المصمم المحلي، لأنه إحنا عنا تقريباً 55 ديزاينرز محلي، فالتجهيزات عظيمة وكبيرة كتير. عم نخلص كل الديتيلز اللي موجودة بكل الكولكشنز تبعهم، أي مشاكل عم بتكون موجودة عم نحلها، وبنفس الوقت عنا تدريبات كتير مكثفة بالوقت الحالي مع المودلز. المودلز المحليين هن أكثر من 23 مودل، فبهذه الكمية وعلى أغلب معظمهم ما كانوا متدربين كيف يمشوا على الرنوي. هذا بالإضافة إنه كل ديزاينر في له طريقة معينة المودلز من وين بدهم يدخلوا، من وين بدهم يطلعوا، ندربهم إنهم يمشوا على البيت تبع الميوزك كمان for each designer. كمنصة بسنتها الأولى، مع إنه صار لي مع التيم عم نجهز أكثر من سنة لهذا الحدث، بس بضل في كتير مفاجآت. أجان إحنا هذه بسنتنا الأولى، ففي كتير شغلات إحنا عم نحاول نتوقعها بس إلا ما يكون في مفاجآت. بتخيل إنه اللوجيستكس هي أصعب إشي بهذا الوقت. بقدر أقول إنه من أصعب التجهيزات بهذه المرحلة الترتيبات اللي عم نعملها لكل ضيوفنا اللي رح يحضروا، الإعلاميين من برا. الديتيلز اللي موجودة حلوة كتير، بس بنفس الوقت لازم تكون كتير دقيقة، وبتتطلب تيم كتير كبير حتى يشتغل عليها. So, بتخيل هو هذا أصعب إشي بالوقت الحالي اللي عم نمر فيه. بالنسبة لي هو إنجاز عظيم، إشي صار لي عم بستناه لفترة كتير طويلة وبحلم فيه بفترة كتير طويلة، لأنه على مدى خبرتي بالفاشن أكثر من 15 سنة سافرت كتير وشفت فاشن ويكس ببلاد كتيرة، وكل البلاد العربية هلأ عم تدخل بهذا المجال. فهو كان عبارة عن حلم مش بس شخصي، حتى حلم للأردن، وقدرت أني أحققه هلأ بهاي السنة.